اللي انت تبقى مع المنتخب من اصعب الحاجات اللي في الدنيا يعني، حتى ابراهيم يقولها لك، لان انت في الاخر احنا مشجعين يعني. انا كمان ايوه صح، مش انا موجود مع المنتخب كده بعمل شغلي، لا انا بطلع من الماتشات يعني الاربع ماتشات بتوع المنتخب انا طالع، حتى هو بيشوف كان لينكات بعد الماتش كان شكلي عامل ازاي، ادرينالينك عالي مشدود. فانت زي ما هو بيقول الكلمه اللي بتطلع هي اشبه بالطلقه، وانت برضو مطالب ان انت تبقى بتوزن كلامك صح. الناس يعني انت قلبة على المنتخب قوي، الناس مش عاجبها المنتخب، لما بتبقى شغال مع الانديه بتبقى اعصابك هاديه ومش فارق معاك يكسب يخسر، معلش بتعدي، ما فيش ناس. لكن ده منتخب مصر، انت شعورك زي شعوري بالظبط. حتى لو بتشجع نادي كمان حتى لو بتشجع نادي سواء اهلاوي ولا زملكاوي، فانت مع مراحل الشغل توصلت لعادي النادي يكسب النادي يخسر خلاص. طب انا هحكي لك واقعه من ضمن الوقائع بعد ماتش اول ماتش. فانا طالع كان مع زميلنا طبعا العزيز كريم خطاب لينك بعد الماتش، فانت اللي ربنا بيكرمك تقوله بتقوله يعني، ممكن تشيد بلعيب، ممكن تنتقد لعيب، تتكلم الناس كانت بتقول ايه، بتنقل اللي انت شايفه يعني. فانا جيت على امام عاشور جدا انا، وكان ليه؟ لان انا طول الماتش عمال بكلم صحابي على الواتساب، امام لازم ينزل، امام لو نزل الشكل المنتخب هم دول اللي بيسخنوني فلو امام نزل الشكل هيختلف تماما. انا مضطر اقاطع، انا اسف مضطر اقاطع، هقول لك بالعكس والله مضطر اقاطع. مع استاذ ايمن مصطفى، هو صاحب القعده، استاذ ايمن مصطفى راجل شاطر شطاره مش طبيعيه. اسوأ حاجه في العالم ممكن تعملها انك تتفرج على مباراه مع ايمن مصطفى، تحديدا لو مباراه الارسنال. هو مش المشكله، هو المشكله مش في انفعالاته اثناء المباراه، هو المشكله يا عيني في الناس اللي بتتعذب معاه على الواتساب. هو كل كره بتتشاط، انا قلت لكم مارتينيلي مش عارف ايه، الكره اللي بعدها انا قلت لكم جيسوس ده لازم يخرج، لازم يخرج. الراجل ارتيتا ده ما بيفهمش كوره، طول الوقت ايه ماسك الواتساب فويس نوتس، انا عشان بكلم مين، هو واضح ان هو بيبعتهم لنفسه عشان يفكر نفسه لو نسي انه كان شاتم في دوت الماتش اللي فات يفتكر الماتش اللي بعده. انا بموت في الحاجات دي. عشان كده انا قلت له انا عارف صحابك اللي على الواتساب. المهم انا اسف، فانا جيت بعد اتكلمت على امام، يعني كان المنتخب كله كان في حالته ما عدا امام عاشور ده اللي كان وحش قوي. تمام. فحتى لقيت بابايا بعت لي بيقول لي يا ابني هو انت بابايا اهلاوي، اهلي حقنا يعني، اهلاوي جدا يعني. فقال لي هو المنتخب كله ما فيهوش بس امام محايد. لا انت عارف انا في المحلي هو ارسنال بس، هو ارسنال ده نمره واحد بالنسبه لي يعني. فلقيت لك صفحات طبعا الاهلاويه، ولو حصل لو انا كنت انتقدت لعيب في الزمالك نفس الحاجه هتحصل، انت فاهم الدنيا عندنا طبيعه شغلك. فلقيت لك صفحات اهلاويه سلخني، وانا مش متعود ان انا اتشتم يعني، الموضوع حز في نفسيتي جدا. انت بتشتغل بشكل بروفيشنال جدا ومهني جدا، فما عندكش ما تعرفت قليل قوي يعني. فابتديت ايه، فاتكلمت مع امام، بعت له على الواتساب قلت له انا عايزك تبقى متاكد ان انا ما كانش في دماغي اي نيه سيئه يعني، انا مش عشان بقى ايه زملكاوي مثلا فانا بحاول يعني يعني المع بقى لعيبه الزمالك وانتقد لعيبه الاهلي. فجالي بعد ماتش كاب فيردي فقال لي عايز اقول لك على حاجه، احنا جزء من شغلنا ده، انا لا اتضايقت ولا الموضوع يعني، امام اللي قال لك انا اتبسطت جدا هايل. لان ممكن عقليه اللعيبه عندنا يقول لك لا انت مطالب ان انت تلمعنا ايا كان الوضع ايه، انت فاهم انك تبقى موجود مع المنتخب، مشكلتها في ايه؟ مظبوط، المنتخب مش في حالته، المنتخب مش حلو. فالناس سلخه لعيبه المنتخب، لو انت طلعت قلت كلمه حلوه الناس هتتكلم عليك ان انت بتطبل للعيبه. صح. لو انت انتقدت اللعيبه انت معاهم، فانت وشك في وشهم. صح. فهتتعامل معاهم ازاي؟ انت برضه في وضع صعب جدا. معلش انا اسف قطعت كلامك، معلش انا اسف قطعت كلامك، النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي، ما هو برضه الواحد عايز يوصل للعيبه احنا مش من ماليزيا، ما احنا مصريين. ايوه ايوه طبعا. واحنا المنتخب ده حاجه ثانيه خالص. طبعاً. فاحنا اذا كنا بننتقد يعني اذا كان لو حد طالع من عشم حب لعيبة حب في اللعيبه وفي عايز منتخب بلدي يكسب. اكملك فايمان قال لي لا انا ما زعلتش تماما، ناس بعتت لي وقالت لي ان الكلام اللي انت قلته، لان انا كان الكلام واضح يعني، انا انتقدت صلاح شويه، قلت الناس اللي كانت موجوده معانا كانت متعشمه انها تشوف حاجه من صلاح، خاصه اغلب الجماهير في كوت ديفوار وغانا والكلام ده كله جايين ماتش مصر وموزمبيق الاولاني ده، هم جايين عشان صلاح يعني، بالنسبه لهم ده التارجت الاولاني، انا جاي اشوف ماتشات المنتخب عشان اشوف نجم ليفربول نجم الشباك وهو بيتالق. فقلت الناس كانت محبطه شويه ان صلاح ما قداش قوي حاجه اول ماتش، وامام كانت الناس برده عشمانه انه ينزل ويغير الشكل،
لكنه كان بعيد عن 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 مستواه، ما كانش في احسن حالاته. انا في لقطه عايز اقول لك، خلصت امام عاشور؟ لا، كنت هقول لك على نقطه يلا. واحده قدامي خمس دقايق. خمس دقايق بس؟ لا بضحك طبعا. خمس دقايق نختم بقى. فهو فقال لي فهو كلام قليل، انا فهو بيقول لي لا انا بالنسبه لي عارف ان طبيعي ناس بتنتقد وناس وصلت لي الكلام، لكن انا عارف ان جزء من شغلنا ان احنا ناس بتنتقدنا وناس بتشيد بينا، فعجبني قوي. عايز اقول لك لقطه وهكمل معاك الكلام بالمناسبه. احنا اليوم يومك يعني. اتفضل. انت بقالك كتير ما بتتكلمش يعني. انا سيء والله. لا هم ده مش عادي اللي حصل، خلي بالك اول خمس دقايق دول. ايوه انا بقول لك هم اصلا هم بيتكلموا كتير، فانت المفروض تاخد حق اكبر من كده يعني. بصوا اللقطه ديت لايمن مصطفى وبعد كده نرجع نعلق عليها. لقيت ايه رايك؟ سوبر ايجلز. سوبر ايجلز اللقب بتاع نيجيريا سوبر ايجلز يعني. هو احنا كنا بنعمل لقب سوبر ايجلز. ماشي. كنا بنعمل لقاءات مع الجاليه النيجيريه، خدنا عايز اقول لك مشوار حوالي ساعتين ونص بابيدجان، الزحمه فيها مش طبيعيه. الجو ساعه جدا. ساعه جدا. انت بتستحمى اربع مرات في اليوم مينيمم. والله العظيم منين رطوبه مش طبيعيه. لا الجو مش ادمي يعني. المهم رحنا الجاليه النيجيريه، عملنا معاهم لقاءات وبتاع، ولقينا اخو اجاي برده كان لذيذ جدا واتكلم معانا وبتاع. فبعد ما خلصنا فانا قلت اخد معاهم صوره جماعيه، قلعت تي شيرت القناه، لبست تي شيرت ارسنال، لقيت لك الناس بتحط عليا الدرامز ويقولوا لي هتقول مش عارف ايه، بقول لهم ايه الهتاف اللي عندكم يعني، الهتاف المشهور عندكم سوبر ايجلز. في لحظتها جت هم المصور معايا خد الموبايل، وفي لحظتها عملتها هي جت تلقائيه يعني. الزعامه ايمن مصطفى عادل شكل النيجيري. الزعامه ايمن مصطفى. المشكله بقى في الكومنتات. ايه بقى؟ ناس بقى بتشتم فيك ان انت مشكله في ايه؟ نيجيريا كانت هتقابل جنوب افريقيا. فاليومين دول جنوب افريقيا طبعا في قلوبنا كلنا عشان طبعا موقفهم وسندتهم لاخواتنا في فلسطين. فناس بقى ايه قالت لك بدل ما يشجع جنوب افريقيا راح يشجع نيجيريا. فقلت لهم يا عم يعني انا كنت عايز ارد، بس قلت هقعد ارد على الناس دي كلها. قلت خلاص عادي تمام، هتشتم وخلاص.